السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر وخلاصة، معكم محمد نور الدين. كل عام وأنتم بخير. خلاص عيد الأضحى بكرة بإذن الله تعالى، وأنا دلوقتي بسجل الساعة 10 مساء الأحد 18/7/2021. بكرة بإذن الله تعالى 19/7 الموافق 9 ذو الحجة، طبعا يوم عرفة. كل عام وحضراتكم بألف خير بإذن الله تعالى، والعيد يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى، يعني في مصر، أكيد في مصر وكل الدول العربية، طبعا احنا تبع السعودية في الموضوع ده أكيد يعني. طيب بعتذر ان انا اتاخرت عليكم في الفيديو، هو خلاص الساعه 12 صباحا بتوقيت مصر، او ممكن 11 صباحا 11 مساء بتوقيت مصر، هتبتدي الجوله الثالثه من بطوله الكونكاكاف، كاس الكونكاكاف الذهبيه 2021. هنتعرف على نتائج مباريات الجوله الثانيه كامله، ثم نتعرف على ترتيب المجموعات، ثم ترتيب الهدافين باذن الله تعالى، وهنتكلم عن مواعيد مباريات برضو، ونشوف كده رايك ايه وتوقعاتك للمباريات القادمه بالنسبه في الجوله الثالثه باذن الله تعالى. اخر مباراتين اتلعبوا صباح الاحد 18/7/2021، مباراة قطر امام غرينادا فازت فيها قطر 4-0، احرز الاهداف هاشم عبد اللطيف في الدقيقة 11، اكرم عفيف في الدقيقة 22، محمد مونتاري في الدقيقة 36، والمعز المعز علي في الدقيقة 46. والمباراة الثانية كانت مباراة بنما امام هندوراس، خسرت فيها بنما 2-3. بنما احرز الاهداف ايريك ديفيز ضربة جزاء في الدقيقة 32، وسيزار يانيس في الدقيقة الاولى من وقت نظر الضعف في الشوط الاول. اهداف الهندوراس الثلاثه عن طريق روميل كويوتو في الدقيقه 22، لوبيز رودريجيز في الدقيقه 61، وروميل كويوتو في الدقيقه 65. طيب بالنسبه لباقي مباريات الجوله الثانيه، الجوله اصلا بدات بمباراه ترينداد وتوباغو يوم الخميس 15/7/2021، والخساره امام السلفادور 0-2، وخلاص اتكلمنا عن المباريات دي اصلا. غواتيمالا خسرت امام المكسيك 0-3. يوم الجمعه 16/7/2021، هايتي خسرت امام كندا 1-4، مارتينيك خسرت امام الولايات المتحده الامريكيه 1-6 او 6-1 للولايات المتحده الامريكيه. يوم السبت 17/7/2021، جزر غوادالوب خسر امام جامايكا 1-2، وسورينام خسرت امام كوستاريكا 1-2. كده انتهت مباريات الجوله الثانيه. خلينا نتعرف الان على ترتيب المجموعات، ثم نتعرف على ترتيب الهدافين، وهقول لك مين اللي تاهلوا رسميا. للاسف مفيش حد توقع صحيح بالنسبه لمباراه قطر ومباراة أمريكا ومباراة كندا أيضا ومباراة المكسيك، محدش توقع صحيح. هتبدأ بإذن الله تعالى الجولة الثالثة متابعينا الكرام، تقدر تقول هو مساء الأحد 18/7/2021، مكتوب الاثنين علشان هيبقى ضامن يعني كل التوقيتات. هو مساء الأحد 18/7/2021، مباراة أمريكا أمام كندا الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، 12 منتصف الليل، يعني خارج من الأحد 18/7 وداخل الاثنين 19/7 بتوقيت مكة المكرمة 12 صباحا. مباراة مارتينيك أمام هايتي في نفس التوقيت الساعة 11 مساء الأحد و 12 صباح الاثنين. في نفس اليوم الساعة 4 صباح الأحد، الساعة 4 صباحا بتوقيت مصر، صباح الاثنين بقى الاثنين 19/7/2021، الساعة 4 صباحا بتوقيت مصر و 5 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، المكسيك هتلعب أمام السلفادور، وغواتيمالا هتلعب أمام ترينداد وتوباغو. يوم الأربعاء 21/7/2021 الساعة 1 صباح، الأربعاء 1 صباحا بتوقيت مصر، 2 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، كوستاريكا هتلعب امام جامايكا، وسورينام في نفس التوقيت هتلعب امام جزر غوادالوب. واخر مباراتين في نفس التوقيت ايضا، مباراه هندوراس امام منتخب قطر، ومنتخب بنما هيواجه منتخب غرينادا في نفس التوقيت الساعه 3 صباح الاربعاء 21/7/2021، 3 صباحا بتوقيت مصر و4 صباحا بتوقيت مكه المكرمه، هندوراس امام قطر وبنما امام غرينادا. دلوقتي خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات بعد مباريات اليوم الاحد 18/7/2021، او بمعنى صح انتهاء الجوله الثانيه. متابعينا الكرام، متصدر المجموعه الاولى في المركز الاول السلفادور برصيد 6 نقاط، تقدر تقول تاهلت رسميا، طبعا بيتاهل صاحب المركز الاول والمركز الثاني الى دور ربع النهائي. السلفادور تاهلت رسميا، والمكسيك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ترينيداد وتوباغو في المركز الثالث بنقطه، وغواتيمالا المركز الرابع الاخير بدون نقاط، وغواتيمالا تعتبر خرجت. فدلوقتي المنافسة هتكون بين المكسيك وترينيداد في المتأهل الثاني. المجموعة بي أو المجموعة الثانية، منتخب كندا متصدر المجموعة في المركز الأول ب6 نقاط، الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني ب6 نقاط، هما الاتنين تأهلوا رسميا. الفرق بس في المرة اللي هتبقى ما بينهم، مين فيهم هيبقى صاحب المركز الأول، مين صاحب المركز الثاني. طبعا منتخب هايتي صاحب المركز الثالث بدون نقاط، ومارتينيك في المركز الرابع والأخير بدون نقاط أيضا، هما الاتنين أكيد خرجوا. المجموعة سي أو المجموعة الثالثة، منتخب كوستاريكا متصدر المجموعة ب6 نقاط، منتخب جامايكا في المركز الثاني ب6 نقاط أيضا، وهما الاتنين تأهلوا لربع النهائي رسميا،
هما الاثنين تأهلوا لربع النهائي، كوستاريكا وجامايكا المباراة اللي هتكون بينهم لتحديد مين فيهم هيبقى صاحب المركز الأول. منتخب جزر غوادالوب ومنتخب سورينام في المركز الثالث والمركز الرابع بدون نقاط، وهما الاثنين خرجوا طبعا. المجموعة دي أو المجموعة الرابعة، الهندراس متصدر المجموعة، منتخب الهندراس ب6 نقاط، منتخب قطر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، منتخب بنما في المركز الثالث برصيد نقطة، وغرينادا في المركز الرابع والأخير بدون نقاط. طبعا الهندراس متصدر المجموعة ب6 نقاط، هو تأهل رسميا خلاص للربع النهائي. الكلام هيبقى بين منتخب قطر ومنتخب بنما، يعني بمعنى أصح حتى لو بنما فازت وقطر خسرت فارق المواجهات لصالح منتخب قطر، لان قطر لا هما الاثنين تعادلوا مع بعض. هنشوف ايه اللي هيحصل، ولكن هو المباراه القادمه بالنسبه لقطر هتكون امام منتخب الهندوراس اللي هو المتصدر، فهتبقى مباراه صعبه شويه. اما بنما مباراه سهله امام منتخب غرينادا اعتقد كده يعني. فهنشوف ايه اللي هيحصل، حتى لو قطر تعادلت بس يعني ده في حد ذاته هيخليها توصل لربع النهائي باذن الله تعالى. ودلوقتي خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين اللاعب ساي لارين لاعب منتخب كندا في المركز الاول ب3 اهداف، يتساوى معه روميل كويوتو لاعب منتخب الهندوراس 3 اهداف ايضا. في المركز الثاني المعز على لاعب منتخب قطر بهدفين، واكرم عفيف لاعب منتخب قطر، وروجيليو فونيس لاعب المكسيك، وستيفن وستاكيو لاعب منتخب كندا، وسيلسو بورخيس لاعب كوستاريكا، وداريل دايك لاعب الولايات المتحده الامريكيه، واريك ديفيز لاعب منتخب بنما، وجويل كامبل لاعب منتخب كوستاريكا، ورونالدو رولاندو بلاك بيرين لاعب منتخب بنما، وريفيري لاعب مارتينيك. لو رجعنا كده للمباريات، طبعا قلت لك نتائج المباراتين اللي هم بتوع اليوم، انا ما كنتش اتكلمت عن مباراه السبت. هو جامايكا احرز الهدفين له 2-1 على جزر غوادالوب، لاعب كوري بيريك في الدقيقه 14، واللاعب جونيور فليمينجز في الدقيقه 88. هدف جزر غوادالوب هدف في مرمى بيلعب لجامايكا، لاعب بيل احرزه في هدف مرمى في الدقيقه 4. اما مباراة سورينام وكوستاريكا، سورينام احرز هدف لها غوليفيلو فليتر في الدقيقة 52، هدفية كوستاريكا جم عن طريق جويل كامبل في الدقيقة 58، وسيلسو بورخيس في الدقيقة 59 في حالة طرد لفرانسيسكو كالفو في الدقيقة 85. الان حال موعد المسابقة الرياضية، المسابقة الرياضية هتكون على مباراة امريكا امام كندا طبعا، اللي هيكون معادها 11 مساء، يعني تقدر تقول بعد ما ارفع الفيديو هتشتغل على طول. ومباراة المكسيك امام السلفادور اكيد، وطبعا مباراة كوستاريكا أمام جامايكا، وأخيرا مباراة الهندوراس أمام منتخب قطر. الأربع مباريات دول عايز التوقع بتاعهم تكتبوا لي على الفيديو ده، والفيديو لو عملت مواعيد المباريات يعني لو حتى لو عملته للأسف هكون مباراة أمريكا والمارتينيكا هتكون بدأت أصلا يعني، فمش هينزل إلا بعد شوية، أكيد هينزل قبل مباراة المكسيك. فعايز تكتب هنا أو عايز تكتب على الفيديو التاني تمام. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.